هلا والله بشكش جاب ذا البزور. هلا والله حياك. وينك؟ ادق عليك ورع ما ترد. والله عارف انت لخبطه، يعني ست جت من مكه واهلي كانوا عندي في البيت، خالاتي وعماتي، فالامور ملخبطه كانت. لا يا شيخ، ستك وعمك طبرك بركب، خلنا نوصلك. لا 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 تتعب نفسك، بطلع اول الشارع واخذ تاكسي. اصلا الشرها مو عليك، الشرها علي يا ورع اللي اقول لك تعال اركب. انقلع. دير بد. يا عيال ما ملكتم البلاي ستيشن، شو نسوي وانا اخوك ما عندنا الا هو. اقول لك وش رايكم نلعب ام بلوت؟ اتحداك يا السبك ام عاد بلوت ثلاثه. الا تعال، وين شكش؟ ما ادري بس تصدق اليوم يوم قابلته قام يصرفني، حتى يوم قلت له ورا ما ترد على جوالك قال مشغول مع اهلي ومدري ايش. اتصدق ما صار يرد علي. اتحداك. اقول لك مع نفسه من تغلية تخلع. يهو يا كبير انت كفته. كم تبيع؟ كم تبيع؟ عطى عطى. ايه انقف انقف. كفو يا كفته. احتراف شيء. والله العظيم ان شكش وراه بلا يا عيال. ايش سالفته يا اخي؟ تصرفاته ترى تلحس المخ. وين بيروح يعني؟ مصيرنا نجيب العلم ونعرف ايش وراه. ياهو. العب يا اخوي. كبر لي. ها العب العب انت. كبر كبر. ياهو. هو ذا يا ابويا. خذ لك كاس. ها هذاك طالع ورق خويي، انت تصير مجنون. ها واو. روح يا خوي. العب. ما انا العامل هسه يرجع نلعب. ياسر اي كفتة تعال هنا بسرعه. تعال تعال دقيقه، لا احد يناظر الورق. استنى ثواني. ها امشي بسرعه. ايش فيك المطبوق؟ ازعجت ام الجيران. تعال يا عيال، قبل شوي شفت شكش وقف تاكسي وانا اللي الحقه والحقه الحقه الين ما عرفت وين يروح. فين راح؟ هتكون راح يديت ولا من ذا الكلام؟ تستهبل انت وجهك. اي تديت يا عيال، مكان ما يخطر على البال. امانة تكفى قلنا وينه فيه. انقز انقز انت وياه، اوريكم على الطبيعة. يلا ان شاء الله قدام. امشي. شوفوه يا عيال. استهبل وينه؟ شوفوه تحت السيارة. افا يا شكش، هذه اخرتها. والله صرت بنقالي. يا صديق كم الحساب؟ شوف كم الحساب، سوي تصرف انت وجهك. اتحداك ها لا تصرف كم الحساب ما كم الحساب. والبدله ذي اللي لابسها ليش؟ موديل. عيال بلا شوشره واحراجات، هي روحوا. الحين انت سحبت علينا عشان انك صرت عامل في الورشه يا بنقالي. لا لا مو قصدي، بس انت عارف يعني ظروف الشغل. اما عاد ظروف مقدرينك يا الخوي ان عندك ظروف، لكن تدري شلون؟ الونيت تبي له تغيير بواجي، شيك على الماكينه والدروبوكس والجير وغير بعد مويه المساحات يا ورع. ابشر دخل سيارتك هنا. اركد بديتك يا البنغالي. هذا شكش عيال ما شاء الله توظف وصار رجال، وظيفته مدير عام إدارة الفحمات والبواجي في الصناعية. يرحموا أمكم بدون تصوير، خلينا نركز في شغلنا يا عيال. أتحداك يا أخوي أنت تشتغل، والشغل ما هو بعيب. اسمع المقطع هذا أبيك تنشره في جروب عيال الحارة. عفا عليك، أبى أنشره من أمه بعد. كعبو. سيارتك جاهزة. 100% شغل يا صديق. ما شاء الله عليك، كم سنة أنت في شغل في السعودية؟ هذا الحساب 60 ريال. أما عاد تبي تاخذ حساب من أخوياك؟ أطلب الله أطلب الله. إيش تستهبل أنت؟ إيش أطلب الله؟ أنت اللي تستهبل. ها؟ أركض فديتك يا صديق.
يلا يا عيال مشينا مشينا. موت قرم زيادة هي. صدقوني يا عيال عجبتني سالفة كل ما خرب شيء في موتري وديته عند شكوش يصلحه ببلاش. حتى لو ما في حاجة في سيارتك خربه وديله. يا نذل يا عيال دق علي اليوم راح الاستراحة ما رديت عليه، أرسل لي رسالة الرجاء سداد الأجار. هلا الأمة ذا مو بوقته والله أنا طفران. عاد أنا أطفر منك بس بروح للشعب إن شاء الله يعطيني. والله أنا نفس الحالة أبتكي جنبه بخليه ينقها الله لهينه. وأنا والله عيني على أبويا ياهو. ولا نكون حبايب. جسمك جسمك هلا والله فرع الورشة. ترى وصلت معلومك وصلنا المقطع. مبروك يا مضيفة جديدة يا صديق. بالله كم تضيف المكينة يا صديق. يا فقي سروا سروا هنا سري هيا. ايش صار يا ولدي؟ ايش ما صار يا ابويا؟ في الحارة كلهم قلبينها طقطق علي، وجوني الورشة وصوروني وفضحوني، والان وانا داخل عند الباب برضو في واحد طقطق علي. خير يا طير، انت بتشتغل، لا بتسرق ولا بتشحت، والشغل مو عيب يا حبيبي. يا ابويا، انا ابغاك تستوعب حاجة واحدة. يا يبغى انا عاطل، وبعدين شلون تبيني اصرف على نفسي؟ وما فيها شيء لو طلبت منك فلوس. ما شيء. رجال ايش كبرك وايش طولك وايش عرضك؟ ما تشوف نفسك انت؟ ما تشوف الشعر في وجهك؟ ما تشوف طول عمرك قاعد تاخذ مني فلوس؟ دبر نفسك. بيسرها ربي وبلقى وظيفه زينه، بس مشكلتي الحين كل الوظائف اللي لقيتها ابو كلب. اذيب ابو كلب. ايش تبي تصير يعني؟ شين وقوي عين؟ تبي تصير وزير ولا سفير؟ اسمع عاد شوف هذه اخر مره اعطيك فلوس من عندي. دبر نفسك وخليك رجال. عمرك تطلبني مره ثانيه. أبشر لأني أنا أبغاك تعتمد على نفسك وما تمد يدك لأحد، وإنت ما شاء الله تبارك الله شاطر في الميكانيكا، جمع لك قرشين واستأجر لك محل في الصناعية وسيب الباقي علي. أبشر الله لا يحرمي منك أبويا. شوف 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 شكر أفتح أفتح الشباك. هلا والله اتحداك يا السياره الجديده على البركه. الله يبارك فيك. الوالد مشتري لي انت عارف بدل مرمطه التكاسي وكذا. اشتراها لك الوالد ولا زارفها من الورشه؟ يلا يلا سلام سلام وراي دوام. قال ايش قال الدوام؟ حسسني انه راي حرامكو. قال رايح الورشه وقضينا يا ورشه جي. ورشه ولا دوام المهم يلا سلام. سلام يا حلو يا دوام انت. حداك. صديق ايش مشكلة هذا صوت؟ في صوت مشكلة جوا. مشكلة سيارتك بسيطة، ان شاء الله بكرة تحصلها جاهزة. عفوا الاخ سعودي؟ ايوه سعودي. لا لا جد سعودي ولا؟ ايش بك سعودي؟ وريك هويتي؟ لا مو القصد حبيبي، بس يعني غريبة سعودي وشغال في ورشة. ورشة؟ تكفى عاد لا تقهرني وتقول معك شهادة. متخرج من الثانوية وعلى طول جيت على الورشة. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله اللي حدك على هالشغلة. ايش اللي حدك ولا ما حدك؟ هذه الشغلة ترى هوايتي ومن يوم وانا صغير، والان هي مصدر دخلي. اي بس يعني بيني وبينك ها؟ ما تستحي. كيف؟ يعني قصدي ما تنحرج من نظرة الناس لك. سعودي وشغال في ورشة بين زيوت وشحوم وفي الحر، ورا ما تشوف لك وظيفة تشتغل فيها بكرامتك على مكتب قهوة شاهي مكيف، يعني حتى لو براتب قليل في البداية. الأخ موظف؟ إي موظف الحمد لله. ما شاء الله كم راتبك؟ يعني حول الخمسة. خمسة؟ إي أنا أدخل في الشهر ضعف راتبك. الله ضعف راتبي؟ الله أنا أشك في هالمعلومة، لكن عموماً الله يوفقك ويرزقك إن شاء الله. ما قلت لي اسمك؟ شكوش. شكوش حبيبنا شكوش. خلص السيارة زي ما قلت بكرة ولا تخبص فيها، اضبط شغلك. من وين ما يحتاج. شوف كذا خير. انت معاه
نتعلم واحنا منك نتعلم. ها ما رحت الجامعة؟ لا ما رحت نفسيتي زفت من هالجامعة. افا سلامتك ايش فيك؟ ضغط دكاترة واختبارات كل اسبوع ومعدلي نازل. صراحة ودي اغير هالجامعة. الحين نعطيهم بالترم 40,000 وهذه اخرتها. من بكرة تروح تسحب ملفك يا ولدي ونسجلك في جامعة اهلية افضل منهم واطلق منهم، ولا ارسلناك بتعاث برا. ابشر يا ابا على خشم، هات راسك ابوس هات. الله يخليك لنا يا تاج راس. اهم شيء رضاك يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام. سمية حلو هذه قطة الاستراحة. اتحداك والله ابوك فلة، تسلفني يا يومين. معليش على حقنا. حقنا. تصدق ابوي يوم قلت له ابي 500 ريال جدع علي 50 ريال قال لي انقلع. شكل ابوك جلده ماسك الدراهم مسك. ايه لا تغلط على ابوي، لا تغلط، تفهم ولا ما تفهم؟ لا تهايد رجال. طيب اسمع، ايش ما تتسلفها من شكش؟ والله فكرة، خاصة ان شكش اليومين ذي كاش. يا ابوي من زمان انا ما جيت الاستراحه ولا طبيتها. تجي ما تجي هذه مشكلتك. انت التزمت معنا بالقطه وبتقط زيك زينا. اذكر القطه كانت 500، كيف صارت 1000؟ شرينا شاشه وثلاجه، يعني رفعناها. امري لله بس. شوف من الشهر الجاي لا تحسبوني معكم في الاستراحه. هلا والله بالدراهم. اتحداك ما تجي. العافية ترى ذي بكرة بتسلمها خلصها اليوم. يا شكوش حبيبنا وينك؟ هلا هلا. سلام. هلا وسهلا، اخبارك؟ تمام. طيب خلصت السيارة؟ خلصت السيارة وامورك جاهزة، روح عند المحاسب ادفع وبستلم مفتاح. اهم نقطة قلتها المحاسب، انا ابغاك في موضوع بعيدا عن المحاسب والمفتاح. موضوع ايش؟ تعرف احنا في نص الشهر والوضع المادي لك عليه، فودي تصبر لي لين نهايه الشهر مع الراتب اعطيك الحساب. الى متى؟ الى نهايه الشهر مع الراتب. امتحنتني امس كرامه مع كرامه والسعودي مكيف ومدري ايه، وترتنا في الكلام. أصبر. ودحين لا يا ابوي ما اعرف كذا وحاسب. يا عمي اصبر. طيب انت اصبر حبيبي، انت سعودي صح وانا سعودي، قدر ظرفي وقدر ظرفك، يعني لازم نكون يد واحده. لنهايه الشهر بيجيك الحساب ان شاء الله. يا ابو كرامه خلي الكرامه تنفعك، روح عند المحاسب وادفع الفلوس. وين وين المحاسب كذا؟ هناك على اليمين. ابو كرامه. هلا والله بياسر. هلا وينك؟ لطعتني يا اخوي. يا ابن الحلال الطاقيه ضايعه قعدت تدورها. الزبده دبرت القطه. تستهبل؟ هذه حقتي وهذه حقت شكش. اما لعبت عليه السبك. عفا عليك، لعبت عليه ونص بعد. عداك العيب. من كثره هو. دزها يا شنب. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات، شارع عريض وجنوبة كنا سباق الراليات، كنا سباق الراليات. جانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات، بقلبها حمص ومقلوبة واشرب وراها نعنا، واشرب وراها نعنا. ابوك يا الطفش. عامر تعال. من وين جاي؟ من الاستراحة. من وين جاي يعني؟ من الاستراحة بس خلاص، حياتك حياة سلاح. بالليل سهر والنهار نوم، الناس يطلعون يترزقون الله ويشتغلون، وانت بس هذه شغلتك. ابشر بعزك ان شاء الله. وش بعزي متى؟ بدور وظيفه. ابشر بعزك. بدور وظيفه، هذا شغلك بس رايح جاي رد. اقول ما انت بنافع نفسك، فكر بنفسك ادلف. اعوذ بالله. ابشرك ابويا، الشغل تمام وماشي 100% واستفدت كثير. طبعا هذا كله بفضل من الله ثم دعواتك. وابغى اهديك كذا هديه لعيونك يا بابا. تفضل. لعيونك ما شاء الله. جوال الله يوفقك.
بحول الله انا حنفذ لك وعدي في اقرب وقت باذن الله. الله لا يحرمني منك ابوي وازهلها. هلا والله بالعود البطل، من وين جايبه؟ هذا اشتريته من حله العبيد. طيب تعرف تعزف؟ لا ما اعرف، في واحد يمني علمني. يمني؟ الله على جلسه العود والفله. دقايق عندكم. اقول لك العود هذا حقي. اقول لك خله كفته. تعال تعرف تعزف انت؟ عزف حتى معكوس. وركد فديتك، يلا ورنا. سهل يا النزغة. طيب اسمع، الحين بسألك، لا منك نعمت تروح تدخل عادي مع الحريم بالعرس؟ لا يا شيخ. ممنوع استعاذة الأطفال، ممنوع. اي والله انك صادق. طيب يدخلون مع رجال عادي؟ عادي، صغير زحفيني بقوة. اقول اركض في ديتك لا تهايط. ها جيب العود، يلا توكل على الله. توكل على الله يلا كدوش بمشي مش نبرك السيارة يا كدوش. الله يبارك فيك. أقول لا يكثر، بس لا يكون زارفهم الورشة زي بعض الناس. أقول لا يكثر أنت، هذه تو أبوي طق لي وكالة. أركض بديتك يا الوكالة. مبروك يا كدوش. أقول لا يكثر أنت وياه، تبغى تركبون معي تتمينحون وروح التحلية ولا أمشي؟ لا روح معي. شي. يلا ركبوا. يلا أركب أنت. أركب يلا. هذه الورشة قدامك، أجرها 100,000. كم؟ 100,000 أجرها. 100,000؟ يا أبوي هذه خردة يا أبوي، إيش 100,000؟ يبغى لها ترتيب، تنظيف، نجيب لها معدات ونشوف الكهرباء. ترى في زباين حازين ما أخذتها، تو عليك. يبا ابيكم موضوع. شو عندك بعد؟ سيارة تونا شاري لك سيارة. طفشان وزهقان وناقصني فلوس، ودي اسافر. وانت بتسافر له؟ ابي اروح دبي. تكفيك 10؟ ايوه تكفيني. خذ 20 بس، راح استانس وانبسط. يا رب يخليك لنا يا رب. الله لا يحرمني منك. ابشرك ابوي، رحت عند الجماعة وخلصت كل الاجراءات وكل الاوراق. وعطيتهم عربون وقالوا ان شاء الله بكره حستلم الهنقه. ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك لك وان شاء الله تكون بدايه خير يا ولدي. وبعد كده خلاص كل حاجه علي، العمال والمعدات واجراءاتهم اي حاجه، وحسوي لك حفل افتتاح ونعزم جميع عيال الحاره. حبيبي امي الله يحفظك. روح الله يوفقك يا ولدي وينور طريقك. هلا سامي. هلا حبيبي. هلا والله، هلا بك. ها كيف دبي؟ ان شاء الله مبسوط. الحمد لله. ما شاء الله تطلع اسبانيا، ما شاء الله عليك. طيب خلاص الليله ان شاء الله في حسابك. يلا بس اهم شيء انتبه لنفسك. سلام يا جماعه، سلام يا جماعة، يا للكرم والشجاعة، يا للكرم والشجاعة. إلي كشكات وكاشكلت، إلي كشكات وكاشكلت. تفضل أبوي. بسم الله. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك على الافتتاح حبيبي. الله يبارك فيك، هذا من خيرك وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك وأرفع راسك فوق. هيا اسمع نصيحة أبوك. الله عليك بزباينك، ثاني شيء عمالك لا تأخر لهم الرواتب، تكفى يا ولد أبوك. ما يحتاج، وظفت 2. ما شاء الله تبارك الله، هو سعوديين اطرح لك فيهم البركة يا رب. تعال أعرفك عليهم. بسم الله. هذول هم. يعطيكم العافية يا شباب. أنا الكهربائي وأنا الميكانيكي. أركب بديتي. Shabbat.